بعد أن حدثنا السيد أحمد زيد السرحان في الجزء الأول من البرنامج عن بدايات الحياة الاجتماعية في كويت العشرينيات وعن تعليمه المبكر وكيف كانت تبدو الكويت اقتصاديا ونشاطا تجاريا من خلال موقعها الجغرافي وخصوصية رجالاتها وعصاميتهم في البر والبحر وتميز الكويتيين في التجارة والتنمية الاجتماعية وفي نشر التعليم والثقافة والتنوير قبل فترة النفط، بعد تلك المرحلة يكمل السيد أحمد زيد السرحان حواره معنا في الجزء الثاني عن إنجاز الدستور وبدء الحياة الديمقراطية ودخول أول انتخابات لأول مجلس تشريعي وفوزه فيها وتجربته في ممارسة العمل النيابي في المجلس كأمين للسر ونائب للرئيس ورئيس لمجلس الأمة، وسنتعرف منه على آرائه ونظراته في الديمقراطية وما يسود حاليا من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية. العم أحمد زيد السرحان الآن إلى مرحلة أيضا تعتبر منعطف في تاريخ الكويت الحديث، وهي تاريخ استكمال استقلال دولة الكويت، وبعد ذلك طبعا الادعاءات العراقية الباطلة من قبل عبد الكريم قاسم آنذاك بالمطالبة بالكويت. في ذلك الوقت هب الشعب الكويتي جميعا للالتفاف حول القيادة، حول المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله والنظام، وطلب الجميع السلاح والثبات في سبيل الموت فداء من أجل الكويت. هذه المرحلة، هذا التحول، هذا المنعطف السياسي، كيف يراه العم أحمد زيد السرحان؟ لما أعلن الإنجليز استقلال الكويت، أعلن قاسم أن الكويت جزء من العراق، وأعلن مطالبته، فهني الكويتيين التفوا على مثل ما تفضلت حول قيادتهم واستنكروا الطلب هذا. فالكويت ليست عراقية، الكويت بلد مستقلة قبل أن يستقل العراق، قبل أن يوجد كيان العراق. كيان للعراق قبل أن يوجد الكويت 300 سنة لها. العراق توالت عليه الانتدابات والدول اللي تحكمه، وحتى اللي حكمه جابوه من برا، جابوا الإنجليز اللي حكمه، جابوا الملك فيصل. اي، فالعراق كان العثمانيين يحكمون العراق والكويت مستقلة. والإنجليز جو الإنجليز بعدهم جو انتداب وحكموا العراق وعينوا فيه حكام عسكريين. الكويت ما حد جاهل، ما فيه مستقلة. ثم فوق ذلك هذا، كيف تصير الكويت عراقية؟ الكويت بلد كويتي عربية من الجزيرة العربية مستقلة ولها حدود. العراق بالسابق كان ميسوبوتاميا أو بلاد ما بين النهرين، ما تربطها في الجزيرة العربية أي رابط، من عزلة بروحها. سوريا هناك، العراق، الأردن، الأردن بعد ما كان شام، شام تبع الشام، والسعودية منها. الكويت جزء من البلاد العربية المعروفة بخريطتها من الجزيرة العربية، فما لها عراق أبدا. بلاد هي ميسوبوتاميا بالأول، ما بين النهرين، فما لها علاقة أبدا. وغلطان أي عراقي يدعي أن الكويت من العراق أو جزء من العراق، مستحيل، ما في ترابط ولا في علاقة تاريخي ولا جغرافي أبدا أبدا ولا من أي نوع آخر. العم أحمد زيد السرحان، دخلت المعترك
السياسي البرلماني في أول مجلس أمة يتم انتخابه في دولة الكويت، وطبعا رشحت نفسك في منطقة انتخابية. دعنا نتحدث عن هذه التجربة البرلمانية الانتخابية الأولى، في أي منطقة نزلت؟ كم كان عدد المناطق في ذلك الوقت؟ إنزين، هل كنتوا تسوون أنتوا حملات إعلامية في ذلك الزمن مثل ما هو يجري الآن في مجالس الأمة يعني السابقة والحاضرة؟ كيف كنتوا تصلون إلى الناخبين؟ هل كانت لكم أيضا طروحات توجهات؟ دعنا نتحدث عن ذكرياتك وتجربتك لأول انتخابات برلمانية في الكويت ومرئياتك عنها. لما أعلن ترشيح كل واحد رشح نفسه، أول واجب عليه أن يزور الدواوين، يزور الدواوين يعرف نفسه أن فلان الفلاني وأنا أحب أرشح نفسي وأرجوكم تأيدوني، يزور الدواوين بالأول. لكن هذي نظرا لصغر البلد والتعارف اللي ما بينهم والتلاحم الموجود بين الكويتيين، ما يحتاج أن تتعب كثير أو تروح أو تجي، لا بس تزور كم ديوانية وتعرفهم بنفسك، وبعض الدواوين يطلبون منك أن تجيهم تجيهم. لكن احنا هناك في ذاك الوقت ما عندنا خيام ولا عندنا نبلية مثلا سرادق ولا غيرها، وندعي الناس مقار انتخابية لا بالدواوين، وبعض الناخبين يطلبون من المرشح ان يزورهم ويمكن يعملون له بعد يعملون حفله او خفقه وغيره. يعني المواطن هو اللي كان يحتفي بالمرشح. نعم، وكان بالعكس، وكان من ابسط الامور نظرا للتعارف فيما بينهم، يعني هو فلان الفلاني ثقه ولهذا ما يتعب هو في ترشيح نفسه، بسرعه يعرفونه ويؤيدونه، وهكذا احنا مشينا على هالطريقه. الانتخابات كانت في 10 مناطق، كل منطقة 5 مرشحين، 50 منطقة. أنا رشحت نفسي في منطقة حولي. نعم، اللي كانت تضم، ماذا كانت تضم منطقة حولي في ذاك الوقت؟ بس حولي هي. بس حولي. يعني النقرة. النقرة وحولي. يعني نعم. عم كان عندك برنامج انتخابي طرحته في أول ترشيح وأول انتخابات تمت؟ لا والله ما كنت ترشيح، ما كنت انتخاب، وإنما يعني الثقة والمعرفة، التاريخ المعرفة بشيء. لكن يثقون فيك. كم صوت فزت؟ أنا والله في أول يعني تقريبا حول 600 700 افتكر في أول. إذا نأتي طال عمرك إلى أيضا طبعا أول مجلس أمة بعد الانتخابات، من كان معك في القائمة قبل أن ننتقل؟ يعني كان في 5 من حولي، أنت واحد، هل تستذكر في الانتخابات الأولى؟ كان وياي علي الفضالة. علي الفضالة هاي، بس احنا قائمة واحدة. لكن كانوا الإخوان في قوائم بعد. في قوائم. نعم. وكان لكن كانوا الإخوان الدكتور أحمد الخطيب. نعم. وسامي منيس. نعم. أتذكر يعني في قائمة لا هذا قائمة، لكنهم يساعدوننا. نعم. و دائما يعرفوننا على بعض الناس، أن في تنسيق بين القوائم. نعم. ويعرفوننا على بعض الناس اللي ما نعرفهم. نعم. هم يعرفونهم علينا، وكان لهم دور يشكرون عليه. ويقوم الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله بتشريف مجلس الأمة الأول ليقوم بافتتاحه 29 يناير 1963، ويؤدي اليمين الدستورية ويوجه النطق السامي لأبناء شعبه الوفي. لقد كان حدثاً
تاريخيا مشهودا ووطنيا وحضاريا، حيث تبدت حكمة المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح وحنكته وبعد نظره ونفاذ رؤيته السياسية والأبوية الناضجة في الدعوة المخلصة إلى التعاون والتكاتف والتآزر ونبذ الخلافات من أجل رفعة دولة الكويت ومنعتها وعزها وصيانة سيادتها واستقلالها. ويسجل لنا التاريخ هذه المشاهد والتوجيهات لأميرنا الراحل عبد الله السالم الصباح، والتي ستبقى مضيئة راسخة في الضمائر والعقول والقلوب. حضرات الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله العلي القدير، نفتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي سد بإنعقاد مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة. في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيلة. وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه، وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه، أن تحرصوا على وحدة الصف لهذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها، وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضي. ومرة ثانية يحفظ لنا تاريخ دولة الكويت الحديث تلك الصورة الوطنية الرائعة في التلاحم والتكامل بين الشعب وقيادته ونظامه السياسي والشرعية الدستورية، ومن قلب الأب الكبير المفعم بالحب والمسؤولية والرعاية المستديمة للوطن وأبنائه، نسمع ونرى المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة. أحييكم أطيب تحية، وبإسم الله العلي القدير افتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الرئاسي، أن يكون كتابتي حافظا بكل ما يحقق الخير للبلاد. وإني أناشدكم من جديد أن تكون روح الألفة والجمالة والمصلحة العامة رائدكم، وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم، وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم، وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم وبين الحكومة، سائلا المولى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح لوطننا العزيز وأمتنا العربية المجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
في هذه لأهل الرأي ما صلحت، وإن تولت فبالأشراف انقاذ. تهدى الأمور لأهل الرأي ما صلحت، وإن تولت فبالأشراف انقاذ. تهدى الأمور لأهل الرأي ما صلحت، وإن تولت فبالأشراف انقاذ. أرزقكم الله وأرجو من الله أن يسدد قضواتكم وأن يسمع عنكم ما يسر الخاطر. مجلس الأمة الأول في تاريخ دولة الكويت حينما شرفه وافتتحه المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح بنطقه السامي، وطبعا بعد هذه الفترة مجلس الأمة تداعى واجتمع للبدء في انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وطبعا أعضاء المكتب والإجراءات البرلمانية كما تقتضيه اللائحة الداخلية. لا شك أنه أول جلسة لمجلس الأمة جلسة تاريخية. نريد أن نعرف أنت أيضاً انطباعك، شعورك، ذكرياتك عن هذه الجلسة التاريخية في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، في الإجراءات التي كانت تتخذ، في اللجان، لأنه فعلاً تعتبر يعني جلسة تاريخية نود أن نعلم عنها ونعرف ماذا تقول. والله أذكر عقب ما جاء صاحب سمو الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم افتتح الجلسة وتم النطق السامي وانتهى وودع بمثل ما استقبل، رجعنا وجاء دور عاد الإجراءات الداخلية، فانتخب السيد عبد العزيز الصقر رئيس بالتزكية، وبعد ذلك انتخب كذلك سعود العبد الرزاق بالتزكية نائب الرئيس. إيه بعد ذلك عاد كل الرشح نفسه لأمانة السر، أمانة السر بالانتخاب، انتخاب واللجان الأخرى تمت في أظن في ظرف جلسة واحدة. كلها الله يسلمك عقب أمانة السر والمراقب لجنة الرد على الخطاب الأميري، لجنة الخطاب الشكاوى والعرايض والى اخره، اللجان هاي المعروفه. هل هناك من انطباعات من ذكريات عن مجلس الامه الاول كونكم كنتم عضوا فاعلا ايضا في هذا المجلس، ومثل ما قلنا كان بدايه يعني تفتح الورده او البرعم الديمقراطي للمسيرة الديمقراطية في دولة الكويت؟ والله الروح السائدة كانت محبة التعاون، التعاون، لأن التجربة جديدة على الكويت وعلى أهلها، فمن الأولى أن يتعاونون فيما بينهم، وكان الروح السائدة ما بينهم تعاونهم فيما بينهم ومستمر. ف يعني شيء وضع جديد، انتقال من فتره الى فتره، ها يعني هذا شيء مو بسيط. إيه ممارسه الحياه الديمقراطيه، ثم ان الحياه الديمقراطيه احنا مؤهلين لها من اول فتره، احنا مؤهلين لها، يعني لا عندنا خبره ولا ممارسه ولا تجارب، جتنا راسا كذا. ف مع مرور الزمن شوي ولا نزال الآن نحن نسلم بالكمال، نسلم بالكمال في ممارسة الديمقراطية على الوجه المطلوب، ما أظن نحن الآن. ثم أن الدستور هذا مجمع رأيت أنا، الدستور هذا واسع كبير بالنسبة للكويت، يعني 182 مادة، كثير بالكويت. أنا لما رحت إلى تونس في سنة 70
وكان موضوع الحياة النيابية والنيابة والدستور ودي قالوا إن دستورنا صغير صغير على قدنا ما تونس في تونس يعني فما يعني ما شايف إنه المفروض حتى الله يسلمك لما أرادت البحرين أن تمارس الحياة النيابية تتحول من الحكم هذا إلى حكم ديمقراطي رأت أن تستعين فينا في الكويت على بالنسبة للخبير الدستوري الدكتور عثمان رحمة الله عليه في العثمان فطلبوا مني وأنا قلت له ما يخالف يا دكتور عثمان روح أنت أسبوع روح مرة روح الخميس والجمعة اللي إحنا هني ما عندنا عمل وانجز لهم دستور مثل ما طلبوا وراح فعلا واتم لهم دي وحتى في بعض الاحيان اقول حق الدكتور عثمان ترى هاي بلد صغيره وانت ترى دستورنا هذا كبير فضاض علينا لا 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 تعطيه كثير من المواد هاي زايده عندنا خلوهم يتعظون وياخذون فكره عن الاخطاء اللي احنا يمكن نمارسها ببعض الاحيان بالنسبه للدستور والممارسه يعني خل ياخذون درس وفعلا قلت له حتى في البحرين انا قلت لهم لما رحت هناك قابلني احد الصحفيين وقلت له من الاولى لكم الان تلاحظون اخطاء الكويت في ممارسه الحياه النيابيه وتتخذون عبره وعظه حتى تتجنبونها في وضع الدستور الجديد لكم. المعروف انه الخبير الدستوري في ذلك الوقت لدوله الكويت هو المرحوم عثمان خليل عثمان وهو من رجال القانون الدستوري وعلماء القانون الدستوري وكان له الدور المتميز بشهادة الكثيرين من المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية. عايشت أبو خالد أيضا أنت المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان في الممارسة العملية في جلسات المجلس في القضايا التي تطرح في القوانين في الخلاف والجدل والتأويل والتفسير لفقرات أو بنود الدستور. نود أن نسمع منك عن الخبير الدستوري ودوره وتعاونه مع ودوره وتعاونه معكم في تلك المرحلة من تاريخ الكويت السياسي والبرلماني. كبدائيين في مسألة الدستور ومسألة الحياة النيابية بدائيا فمن الطبيعي أن نرجع إلى الخبير أي خبير سواء كان خبير دستوري أو خبير قانوني نرجع له في كل الأمور التي تتعلق بالدستور لأنه هو الذي صاغ الدستور وهو الذي يعرف كل مادة وما هي وما تنطوي عليه المادة ففي كل شيء نرجع إليه كالمرجع كمرجع لنا في عندما نترأس الجلسة ويحصل أي خلاف أو شيء نرجع للخبير الخبير هو اللي يفسر لنا المادة إذا مثلا صار خلاف بين الرئاسة وبين أحد الأعضاء وقال مثلا قال شيء يعني ما يتناسب مع الموضوع اللي هو يقوله فالخبير الدستوري مثلا قال نقطة نظام على سبيل المثال قال نقطة نظام وقام وقال الموضوع كذا وكذا نرجع للخبير الدستوري يقول لا هم نقطة نظام ارجع المادة فلهذا كان له دور في كل شيء في كل شيء لكن الحق يقال وشهادة لله الخبير الدستوري الدكتور عثمان رحمة الله عليه كان من أشد الناس إخلاصا لوظيفته ولعمله وللممارسة اللي عشناها وياه فكان خير مرجع وكان على يعني جانب كبير من
من الفهم والدراية. العم أحمد زيد السرحان توليتم نيابة رئاسة مجلس الأمة في مجلس الأمة الأول، وتوليتم رئاسة المجلس في مجلس الأمة الثاني. من هذين الموقعين القياديين المهمين في المجلس الأول والمجلس الثاني، لا شك أن تجربتكم السياسية والبرلمانية مهمة، وفرصة أن نتعرف عن أيضا تقييمكم وعن تجربتكم في هذين المجلسين بالتعاون مع طبعا زملائك ومع أعضاء الحكومة في ذلك الوقت. لما اجتمع مجلس الأمة وانتخب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر، أنا انتخبوني أمين سر المجلس. نعم. في المجلس الأول برئاسة السيد عبد العزيز الصقر أطال الله عمره. كنت قائم بعملي حسب نصوص اللائحة، لأن احنا في المجلس يحكمنا شيئين، يحكمنا الدستور ويحكمنا تحكمنا اللائحة الداخلية بممارستنا أثناء الجلسة. فعندنا اللائحة الداخلية هي اللي تحكم عملنا. فأنا انتخبت أمين سر لمدة سنتين. كان السيد عبد العزيز الصقر رئيس المجلس لمدة سنتين، وبعدين جاء سعود عبد الرزاق وترأس المجلس، وهو فصل تشريعي الأول، الفصل التشريعي الأول في رئاستين، الرئاسة الأولى للسيد عبد العزيز الصقر والرئاسة الثانية للمرحوم سعود عبد الرزاق. فأنا كنت في الأولى أثناء أيام عبد العزيز الصقر كنت أنا أمين السر. عندما جاء الأخ سعود عبد الرزاق رحمة الله عليه أنا نائبه، صرت نائب الرئيس. فاستمرينا إلى انتهت في أواخر 66. ورشحت نفسك مرة ثانية. مرة ثانية رشحت نفسي في نفس المنطقة اللي حولي وفزنا، وجيت أنا وانتخبوني رئيس. رئيس. يعني ما كان بتزكية. لا كان بالانتخاب. الأخ أحمد زيد السرحان سافرت ويا سفرات وفي وفود، والحقيقة رجل بمعنى الكلمة، رجل أعتبره مثالي في هذا العصر بالإخلاص والمحبة والمودة، ولا يفرق بين الكبير والصغير ولا بين الغريب أو البعيد إلا بالتي هي أحسن. هذا زيد السرحان الحقيقة فلته من الفلتات لعرفي فيه شخصيا وشخصيا، وخاصة في مجلس الأمة بقيادة حكيمة مخلص لهذا الوطن ولأبنائه بدون فلان وفلان، لا فرق عنده بين كبير أو صغير بالمحبة والمودة والخلاص والخدمة اللي خدمها، ما ممكن واحد ينساها، ومواقفه المشرفة أحمد زيد السرحان حفظه الله وحفظ أمثاله. الأخ أحمد زيد السرحان رئيس المجلس اللي كنا حنا وياه فيه كان يعني يدير الجلسات ويدير المجلس وإدارته وهذا بكل هدوء وبكل توعدة، ورجل له خبرته يعني في المجالس، لأنه هو كان حتى في الثلاثينات لما كانت المجالس الأولى كان يشتغل في مع المرحوم خالد العدساني في سكرتارية مجلس الشورى الأول. فالأخ أحمد زيد سرحان من الجماعة اللي أول الكويتيين اللي تثقفوا بالثقافة الإنجليزية، وكان يعني له ثقافة، عنده ثقافة وعنده حنكة وذكاء وإدارة للجلسات معانا يعني في المجلس، وكان يعني متعد، كان متحمس للقوانين على بإصدارها، وكان يعني دائما يعني
حمامة سلام في المجلس لما تصير اختلافات بين الأعضاء، وهذا تجده هو كرئيس محايد يكون بين الأعضاء ويهدئ. فلذلك يعني في مدة رئاسته يعني كل القوانين اللي مرت على المجلس وهذا وانتهت بسلام، وبنفس الوقت هو يعني كان من وراء يعني الأعضاء وفي تصرفاتهم وفي الجلسة لما يبدر مثلا الخطأ من كذا يتجاوز، وذي يعني دائما كان يعني مثل ما يراه الإنسان إنه كان دائما يعني يهدئ الأمور ووطن الأمور على أساس أنها تمشي بسلام الجلسات وأعمال المجلس. العم أحمد زيد السرحان توليتم نيابة رئاسة مجلس الأمة في مجلس الأمة الأول، وتوليتم رئاسة المجلس في مجلس الأمة الثاني. من هذين الموقعين القياديين المهمين في المجلس الأول والمجلس الثاني، لا شك أن تجربتكم السياسية والبرلمانية مهمة وفرصة أن نتعرف عن أيضا تقييمكم وعن تجربتكم في هذين المجلسين بالتعاون مع طبعا زملائك ومع أعضاء الحكومة في ذلك الوقت. والله في الفترة الأولى كان كلها مراجعة القوانين. في الفترة الأولى اللي هي 63 و64 كلها مراجعة الدستور. الدستور ومراجعة ومناقشة اللائحة الداخلية. انصرف الوقت كله في هذا، لكن مع ذلك في كانت تجينا مشاريع قوانين وندرسها ونناقشها وما يستجد من الأمور بالنسبة للبلد في أول عهدة بهالحياة النيابية الجديدة، كثير من الأمور اللي يحتاج إلى تنظيمها بالنسبة للبلد وطورها الجديد. أما بالنسبة للمجلس الثاني فأنا كنت رئيس له، ومشينا وأنا رأيت من واجبي كرئيس مجلس وكبداية لمرحلة جديدة من الحياة والانتقال من حياة إلى أخرى، رأيت من واجبي أن أجعل أمامي دائما التعاون مع الحكومة حتى نركز الحياة النيابية، حتى نركز الاستمرار على العمل النيابي، ولا يكون وأنا كرئيس يجب أن أكون دائما نصب عيني أن أكون محايد لا أميل لجهة، لأني أنا بصفتي رئيس مجلس يجب أن أكون دائما أوازن بين السلطتين ولا أميز أخرى على الأولى على الأخرى أبداً، بل بالعكس أتعاون معهم. ولهذا استمرت الفصل التشريعي اللي أنا فيه استمر من أحسن ما يكون بكل هدوء واستقرار، وهذا كان شأني. ولكن اللي حصل عندنا في أول بداية العهد، أول بداية أقول الفصل التشريعي اللي الدور الأولى أفتكر، حصل الحرب الإسرائيلية المصرية، واضطرينا إلى أن نعلن الأحكام العرفية في الكويت لأول مرة، وهذا شيء جديد على الكويت وعلى الحياة الكويتية وعلى أهل الكويت، شيء جديد لأن ينشل الدستور، معناها لما تصير أحكام عرفية ما تقدر تشتغل تمارس القوانين اللي في الحياة الاعتيادية إلا أنك في حالة استثناء. فلهذا هذا اللي شفناه في اللي مر علينا في أول مجلس، أقول مجلس أول دورة، دورة الأربع دورات الأول دورة هي 67. فاستمرت الحياة من أحسن ما يكون بالنسبة للمجلس والحكومة، مشينا يعني
ننجز أعمال نقوم في واجبنا كنواب عهد إلينا أن نقوم بواجبنا نمثل الشعب. إذن كانت العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تعاون تعاون وتفاهم تفاهم تعاون، لكن مو معناه على حساب الآخرين. نعم. مو حساب أنا أصير مع المجلس ضد الحكومة أو مع الحكومة ضد المجلس، لمصلحة البلد. نعم. أشوف المصلحة اللي تقتضيها. نعم. ها الحالة أنا أكون معها. نعم. من كان نائب الرئيس حينما أصبحت رئيسا للمجلس؟ خالد غني. نعم. نعم. مرحوم خالد غني رحمة الله عليه. كان أحمد السرحان يمتاز بموضوع معين، وهذا الموضوع تعرف مجلس الأمة تشتد فيه الأمور بعض النوبات، وخاصة مجلس 67 رغم أن كان في نظر أهل الكويت أن مجلس متواضع، ولكن هذا المجلس اشتغل بكل جد واجتهاد، ودار أحمد السرحان جلسات هذا المجلس في كل نجاح شهادة لله. كان ملم في اللائحة الداخلية وملم في الدستور، ولكن أحمد السرحان يمتاز ببند، وهذا نادر من الرؤساء إخواننا اللي رأسوا مجلس الأمة من كان حريص عليه. إذا أقبلت زوبعة ورأى أن الخلاف نشب في حديث ممكن يوصل إلى 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 المعركة داخل المجلس، رأسا يرفع الجلسة ولا يعود للجلسة حتى تهدأ الأنفس ويبدأ العمل في المجلس عمل يتجه صوب المطروح، بحث المشروع اللي موجود بين إيديه، سواء مشروع قانون أو مقترح أو أي شيء إن كان. فالميزة اللي يمتاز فيها الأخ أحمد السرحان حقيقة ميزة يعني نادرة في الرؤساء اللي أنا عملت معاهم. حقيقة أحمد السرحان من الرجالات الأدباء الشخصيات الفذة اللي حنا يعني مشينا وياها في المجلس خلال حوالي دورتين أو ثلاث دورات. وأحمد زيد السرحان له مواقف ما ننساها، مواقف جليلة، مواقف صائبة، ودائما عنده اقتراحات بناءة وعنده حلول لمشاكل مطروحة كثيرة. وأعتقد أذكر من المشاكل والحلول اللي يعني عاصرناها أثناء عام 64، اتخذ المجلس قرار بأن لا يعطي الحكومة الثانية في المجلس اللي هي برئاسة المرحوم صباح السالم أن لا يعطيها الثقة، وهو بناء على المادة 131 من الدستور اللي تقول لا يولى الوزراء الثقة إذا كان وزير معروف تجارته وكذا، خوفا من استقلال هذا المنصب. وكان أحمد سرحان له موقف في هذا الموضوع وله موقف صائب، حتى أذكر أن لما المرحوم عبد الله السالم رجع من الهند واستدعوا الإخوان المنسحبين 31 شخص أنا منهم، استدعوا منهم لجنة، كان أحمد سرحان من ضمن اللجنة اللي راحت قصر الشعب، وكان له موقف صلب في إقرار المادة 131، وكان رأيه صائب، وكان يعني عند موقفه أن المادة لازم تطبق، وإذا ما طبقت المادة ما راح تطبق المواد الأخرى، كان له موقف جيد جدا. وأحمد سرحان في إدارة الجلسات كان موفق جدا، دائما إذا تكلبت الأمور واشتد يعني الحماس في الأعضاء واشتد النقاش، كان أحمد السرحان يعني بمثابة قبان يعني بيزان
قبان هذه ما يعرفها إلا قليل من الكويتيين، كان مثابة قبان ويعني ميزان بين الأعضاء، وكان يعطي العضو حقه، وكان العضو إذا شط من يعني طلع عن مجرى الحديث كان ينبهه، وكان حافظ للائحة الداخلية وحافظ الدستور يعني أحمد سرحان، وهو يعني من الرجالات اللي يعني نعتز فيهم، وعسى الله يمد في عمره أبو خالد ويطول عمره. العم أحمد زيد السرحان واكبت وعايشت مرحلتين تاريخيتين مهمتين في حياة المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح، وأيضا حياة المغفور له المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح. أيضا نود أن نتعرف عن ما تقوله عن شخصية المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح في مواكبتك في تلك الفترة من موقعك البرلماني وموقعك السياسي. والله الشيخ عبد الله السالم ما هناك لقاء مستمر، لكن أنا أشوفه بالمناسبات، لما كل المناسبات أشوفه، لكن رأيت فيه المرحوم عبد الله السالم هو رجل حكيم، حكيم بمعنى الكلمة، يعني رجل واسع الاطلاع، قوي الشخصية، ذكي، متبصر، ما يحكم بالأمور بسرعة، يفكر كثير إلى حتى يعطي حكمه، فكان على جانب كبير من الحكمة والدراية وبعد النظر. ولهذا حتى لما أعلن عبد الكريم قاسم أعلن الدعاء عن الكويت، ما اتخذ خطوات سريعة بانفعال أبدا، عالج الموضوع بكل حكمة وتبصر وأنات، فكان رجل حكيم عاقل متزن. تستطيع أن تنظر إليه وتعرف ما ينطوي عليه هذا الشخص من لما تطالع شخصيته تعرف كيف هذا الرجل شخص وقوة شخصية قوية ذات فعل فعال. وماذا عن المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح أيضا في الفترة التي أصبحت فيها رئيسا لمجلس الأمة، وكان طبعا التعامل أيضا بينك كرئيس للسلطة التشريعية وأيضا مع أمير دولة الكويت حين ذاك رحمه الله. الشيخ صباح السالم رحمة الله عليه أنا أكثر على العلاقة، لأني أنا رئيس المجلس وهو رئيس الدولة، فأنا الرئيس رئيس التشريعي في تنفيذ التشريع، هو رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد، وأنا رئيس السلطة التشريعية بعده. فكنت دائما أزوره، وإذا حصل أي شيء مهم في حياة البلد أو في أمور أخرى يستدعيني أروح له في القصر أتشاور معه. حتى لما أعلنوا الإنجليز إلغاء الاتفاقية أو المعاهدة، كانت في عهده أظن في 67
كانوا الإنجليز مرتبطين مع الكويت باتفاقية ألغوها في سنة 67 أظن أو 68، وأرسل علي وقال لي ترى الأمر كذا وكذا وكذا، وأنا بقول هذه للتاريخ إني أنا رديت عليه وقلت له من هو البديل؟ قلت له من هو البديل؟ سكت. أنا إيش كنت أعني؟ أعني إن هل الجار الخبيث اللعين، وأقصد أنا بالجار شخص واحد اللي هو يتولى أمر العراق، هذا غير مأمون ولا نثق به. وقلت له احنا لازم نرتبط، معناه كلامي لازم نرتبط في دولة صديقة قوية حميمة باتفاقية أمنية، وكذلك يعني من طرف الآخر ان التجمع الخليجي هذا من مصلحة الكويت، تجمع خليجي. اما المرحوم الشيخ صباح السالم صباح رحمة الله عليه، فكان رجل وديع بمعنى الكلمة، وتقرأ على ملامحه السماحة وطيبة القلب ومحبة الناس، هذه صفات تميز فيها رحمة الله عليه الشيخ صباح السالم. وكان عهده عهد عمل وإنتاج واستمرارية لعهد المرحوم الشيخ عبد الله السالم، وكان رجل يحب الكويتيين، يتأثر لأقل شيء يحصل للكويتيين يتأثر يحس في نفسه داخليا، وكثير من المرات يقول لي بهالتعبير هذا يخبرني، وأنا أجتمع وياه دائما حتى في لبنان لما يروح يصيف أمر عليه هناك، ويحب الكويتيين ويدعو الرياضيين على الخصوص يحبهم كذلك. فرجل له ميزات خاصة. أيضا في تلك المرحلة كان حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح القائد الأمير، كان في ذلك الحين وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في المرحلة اللي كنت فيها أيضا أنت رئيسا لمجلس الأمة، ومن الطبيعي أن يكون هناك أيضا تعاون بين السلطتين في ذلك. تحدثنا أيضا عن هذه العلاقة وعن تلك المرحلة وعن ذلك الدور. كنا نجتمع دائما بالمجلس، وكان سمو الأمير الله يحفظه يجي المجلس دائما من الأول، أول شخص يجي المجلس هو. وكان يعمل كثير أكثر مما يعمل الوزير، في أعمال كثيرة يقوم فيها، وكان وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله رزقنا في حكام من هذا الطراز. كان الله الشيخ جابر كان يحب العمل ويحب الخدمة، ولهذا هو كرس حياته كلها لخدمة الكويت، ولا تفتكر في يوم من الأيام أنه يرتاح أو يأخذ إجازة. أنا ما شفت يوم من الأيام غاب، يزاول عمله كأي شخص آخر، مع أنه هو الحاكم البلد، لكنه قاعد يؤدي واجبه من أحسن ما يكون، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما هو تقييمكم للتجربة الديمقراطية البرلمانية في دولة الكويت منذ المجلس الأول الذي شارككم فيه والمجلس الثاني الذي كنتم رئيسا له، مرورا في مجالس الأمة اللاحقة حتى المجلس الراهن؟
والله في واقع الأمر أنا في تصوري إن إحنا مكانك راوح، ما تقدمنا ولا تطورنا، هذا الوضع وضعنا كما هو. الحياة النيابية في الكويت ما تطورت، ف كل شيء على ما هو عليه، قوانين، تشريعات، بس ما أشوف شيء أنا يعني شيء أقدر أحكم عليه، ما أقدر. لكن إحنا نتطلع كشعب، كشعب يحب التطور والتقدم ويحب أن يكون في الطليعة، نود ذلك، لكن في ظروف وملابسات تحيط فينا وما نقدر نتطور. والموضوع شائك، ما أقدر أنا أدخل في التفاصيل، ما أقدر أدخل في التفاصيل، في عوائق، في عوائق وفي محاذير.